وإيه اللي طلعها فجأة في دماغك كده نتغدى برا يعني؟ عادي، تغيير مناظر. ما نفسكش تغير جو؟ لا، أصل يعني مستغرب الحنية الزايدة دي. إيه؟ في حاجة عايزاني أخلصها لك؟ هو لازم يعني يبقى في مصلحة؟ أخسى عليك يا جمال، على طول ظالمني كده. عموماً بكرة تعرف غلاوتك عندي. ما أنا حاسس. إيه ده؟ أنت ماشية في الطريق ده ليه؟ أبداً، هنعدي على نجلة ناخدها معانا. أنا قلت في حاجة غريبة من الأول. وإيه الغريب في كده؟ أنا ونجلة بقينا شركة في كل حاجة، وأكيد يعني مش هستكتر عليها عزومة غدا برا البيت. لا، مزعجها ليه؟ هو انت مش معاك مفتاح؟ افتح بالمفتاح اللي معاك. معايا مفتاح، بس ال بس ايه؟ افتح. ابلغ. عامر، بتعمل ايه في بيتي؟ يظهر يا جمال ان احنا جينا في وقت مش مناسب. بقالي كتير قوي ما عملتش لقاءات صحفيه. في الحقيقه يا استاذه سلوى، انا مش جاي اعمل لقاء صحفي. نعم، امال جاي تعمل ايه؟ انا جاي بس عشان عايز اعرف معلومه عن مريم رياض. ياه، وانا اللي قلت اخيرا عرفته امتي وجايين تكرموني. مريم رياض ارتاحت، ويا ريت انا كمان ارتاح زيها وانت ترتاح. لا، انا مرتاح كده. ارتاح انت براحتك. انت عملت مسرحيه زمان مع مريم اسمها شقاوه بنات. وطردوني منها. ايمان، انت كنت افتكر متجوزها عرفي من واحد بيشتغل في وزاره التعليم. انا عمري ما اتجوزت عرفي. انا اساسا ما اتجوزتش خالص. طب مين كان معاكوا في المسرحيه غيرك انت طبعا، وريهام شفيق وليلى الشناوي ونريمان؟ انت عايز تعرف ايه بالظبط؟ كان في واحده بتشتغل مع مريم في المسرحيه، كان معاها دكتوراه، وكانت متجوزة عرفي من واحد بيشتغل في وزارة التعليم. انت قصدك على نعيمة اللي بقت نارمان؟ منها لله البعيدة، هي اللي مشتني من المسرحية وكانت بتخطف مني كل الأدوار وقعدتني في البيت. مفيش غيرها اللي بتجوز عرفي كتير. انا الحقيقة رحت لها وسألتها عن موضوع الجواز العرفي ده، انكرت، قالت اني مش هي. طالما جواز عرفي ودكتوراه مفيش غيرها نعيمة سلطان، هو الحاجة اللي انت بتدور عليها دي مهمة قوي جدا. طب انا هقول لك على حاجه، لو جبت لها سيرتها هتعرف تاخد منها كل حاجه انت عايزها. نعيمه متجوزه اتنين في نفس الوقت. اتنين؟ واحد في السجن والتاني رجل اعمال. لو المعلومه دي اتعرفت هتروح في 60 داهيه. طب وايه الدليل على كلامك؟ عاشور جابر في سجن وادي النطرون، روح واساله. اصل انا ما هنش عليا إن جوزي وأبو ولادي يبقى بيضحك عليه ويفضل مخدوع. قلت لا، لازم تيجي تشوف بعينيك. أمال كنت حمار لما فكرت أتجوزك. أنا إزاي ما تخيلتش إن أنت ممكن أنت تخلص خالص؟ هيقولوا إيه يا جمال؟ هيقولوا إيه؟ اتنين في بيت كبير عريض لوحديهم ومقفول عليهم باب. إيه المبرر اللي عندهم؟ عندكم مبرر؟ أهو ما عندهمش. أنت إيه يا شيخة؟ عايزة مني إيه؟ عايزة تدمريلي حياتي ليه؟ لا يا ماما، الكلام ده ما يتقليش. انا انت اللي عملتي في نفسك كده. رحتي اتجوزتي راجل محترم متجوز، ولوثتي شرفه وسمعته في حاجات زباله. ما تصدقهاش يا جمال، دي كدابه. ما تصدقهاش؟ امال اصدق مين؟ خدي انا. استنى، حد امك اللي ربنا يكرمك في السجون يا واطي. يا جمال ما ينفعش كده. اهدى يا حبيبي، اهدى. ده ما ينفعش تحرق دمك عشان شوية ناس ما تستاهلش. ده كلام برضو. جه الوقت دلوقتي ان كل واحد ياخد حقه. انا عارفة انك كاتب البيت ده باسم نجلة هانم،
فحق ولادي لازم يرجع. خدي. امضي يا بت، امضي. وبالمرة بقى خدي مضلنا على دي كمان يا حلوة. وإيه دي كمان؟ ده تنازل عن المعرض منك ليا. أصل أنا ما بحبش أشارك حد. ما تقولها يا جمال. هتمضي ولا عايزة فيديوهاتك تبقى في كل حتة عشان الكل يتفرج ويشوف؟ أظن دلوقتي يا جمال ما ينفعش واحدة زي دي تبقى على ذمتك. مش قبل ما أربيها. لا 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 يا جمال، أنت راجل ليك اسمك ومركزك، مش عايزين فضايح. طلقها. طلقها يا جمال. أنت طالق. هو ده كل الموضوع يا رؤوف بيه. اسمي رؤوف بيه بالنسبه لك. اوعى تفتكر ان انت عشان نسيبي فيها هعديها لك، تبقى غلطان. شو المدرس بيبقى قدوه للتلامذه بتوعه. اخينا اهاليهم بعتلهم امانه في ايدك انت واللي زيك. خلاص نائم بيك. في حد كان عارف ان انت عندك صور وفيديوهات على اللابتوب؟ حد زي مين؟ اكيد لا. طب ان هو يجيب تليفونك ويكلمك ودي عرفناها. امال جاب تليفون منا منين؟ الله، ما هو الموضوع لو زي ما انت ما بتقول كده، فلما يلاقي صور وفيديوهات لبنات تانيين اكيد هيكلمهم. لما هو عفريت كده وبيجيب تليفون اي حد يعني. بصراحة انا مش عارف والله. طلع لي الرقم اللي كلمك. طيب هو ده الرقم اللي كلمني. التليفون ده هيفضل معايا. ايه؟ وانت كمان يا رؤوف. رؤوف بيه والله.